وضع السوق من دول احسن من الايام اللي فاتت، يعني في حركه شويه، في حركه عن الايام اللي فاتت شويه، في حركه، في حركه في السوق عن الايام اللي فاتت، يعني في مبيعات، في بتتحرك، السوق بيثبت شويه بتبني الدنيا شغاله، في بيع وشراء. لما السوق بيطلع وينزل الدنيا بتقف، يعني بقاله بتاع 10 ايام ولا حاجه ثابت على الرينج اللي هو فيه 85 82. بالنسبه طبعا موضوع البيع اونلاين والتواصل الاجتماعي ده مشكله، يعني عامله مشكله، يعني مش عايز اقول لك عامله ازاي. طبعا احنا تعبنا من الكلام في الموضوع ده، يعني احنا في المنوفيه عندنا انا تعبت من الموضوع ده. كنا بنعمل اعلانات تحذيريه واعلانات في على الفيسبوك والكلام ده ان ما حدش يشتري اونلاين ولا من ولا الكلام ده، عشان في حاجات شغل مش مظبوط، مش تقدر تحكمه. السوق منافس بالنسبه للمحلات، منافس، وبعدين ما انتش ضامنه، يعني انت ممكن تشتري حاجه، يعني ممكن حد يبيع لك حاجه اونلاين انت مش عارف هي فيها ايه، ملوش دعوه، عيارها واطي، عيارها ايه، واطي مثلا ياخدك ويتفق معاك تعالى نتقابل عند محل فلاني، وطبعا ملوش علاقه بالمحل بس بيقابلك هناك، خش يوزن الحاجه جوه ومش عارف ايه، وطبعا السعر ده انت داخل توزن حاجه عنده فيوزنها لك، يعني مش هيقدر يقول لك ديت كويسه وحشه مش هيشتريها، داخل توزن عنده خلاص، فبيوزنها ويبيع ويزن يشتري على كده. الحلاوه لان كمان بقى في ناس بيجوا من الخليج، المصريين اللي بيجوا من الخليج الاخرين اتعودوا انهم يبيعوا اونلاين برضه، وكمان معاهم حاجات، يقول لك بدل ما اروح ابيع عند سايب ولا حاجه ابيع اونلاين بزياده مثلا 10 جنيه 15 جنيه في الجرام. انا